سنتحدث الآن عن الاختبارات والتكييف. هل يمكن تكييف الاختبارات؟ وماذا نعني بتكييف الاختبارات؟ تكييف الاختبارات هي تغيير في كيفية إجراء الاختبارات، أو التغيير هذا قد يحدث قبل أو بعد الاختبار. على سبيل المثال، قبل الاختبار قدم خرائط مفاهيم، أعطي الطالب فرصة لاستخدام الملاحظات الموجهة التي سبق مناقشتها، التدريب على الاختبارات هذا جدا أمر فعال. هذا لا يعني أنك تمارس الغش، وإنما تعطي فرصة لإتقان المهارة. أيضا من المهم جدا تقديم المراجعة الفردية أو الجماعية. ولما نتحدث عن التدريب والمراجعة، تدريب على الاختبارات لا يعني ذلك أن تعطي الطالب نسخة الاختبار ويعيد الاختبار ذاته، وإنما في صورة أخرى تعطي اختبارات مشابهة للاختبارات التي يتم تقديمها. أيضا علم استراتيجيات التنظيم الذاتي، ساعد الطلاب على استذكار الدروس، أعطهم خطوات، أعطي الطالب وقت لمعرفة الاستراتيجيات التي تساعده على استذكار الدرس عن طريق تقسيم مثلا المادة، والمراجعات تكون بحسب تسلسل معين، حسب الأهمية، حسب المقدار الذي تضعه في الاختبار. وجه تركيز الطلاب بطريقة تحفظ جهدهم وتساعد على فعلا على إظهار ما تم تعلمه. التدريب على أيضا على التجزئة من المهم جدا، خصوصا أيضا للطلاب ذوي الإعاقة التعليمية، على سبيل المثال الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم، هذه جدا يفتقرونها. المشكلة أننا لدينا نفس التوقعات أن جميع الطلاب سيأتون ويؤدون الاختبار بنفس الطريقة، أو أن جميع الطلاب قادرين على استذكار دروسهم بنفس الطريقة. لابد أن ندرك أن الصف الشامل في تفاوت وفي تنوع، ويجب أن نقدم هذه الاستراتيجيات حسب احتياجات الطلاب. بعض الطلاب قادرين على استذكار دروسهم بطريقة فردية أو بوجود دعم من الأهالي، بعض الطلاب لا تتوفر لديهم الفرصة، خصوصا الطلاب ذوي الإعاقة الغير مرئية الغير محسوسة كالطلاب ذوي الإعاقات أو الصعوبات التعليمية، لأن الصعوبة تكمن في القدرات الموراء المعرفية، كقدراتهم على التنظيم الاستذكار، على استراتيجياته، على تجزئة المعلومة أثناء الاختبار. من المهم جدا إعطاء ردود فعل فورية، بمعنى الطالب سأل سؤال، لابد أن تساعد الطالب في إعطاء تغذية راجعة إذا كان هذا السؤال في موضعه الصحيح، أو ساعد الطالب على إعادة توجيه السؤال بطريقة لا تمكنه من إعطاء الإجابة. تقديم المساعدة، بعض الطلاب يحتاجون إلى وجود مساعد لقراءة الأسئلة لهم في الاختبار، أو لكتابة الأسئلة عنهم. أيضا استخدم مواقع بديلة، بعض الطلاب يعانون من قلق عالي جدا في الاختبارات، فهم أو في تشتت في الانتباه والتركيز، فأوجد حيز مكاني مهيأ لتأدية الاختبار بشكل فردي داخل الصف العام. أيضا استخدم استراتيجيات تنظيم ذاتي، أعطي الطالب كاللائحة الصغيرة لخطوات يتبعها. بعض الطلاب بحاجة إلى هذه المهارة، قد تبدو جدا بسيطة وجدا يعني بديهية لمعظم الطلاب، إنهم يقرؤون السؤال، يكتبون أسماءهم في البداية، يقرأ السؤال مرة ثم يحاول استذكار الإجابة واستحضارها في ذهنيا، ثم بعد ذلك يبدأ كتابتها، ثم ينتقل للسؤال اللي بعده، ثم يبدأ بالمراجعة. بعض الطلاب يحتاجون إلى تعليمات صريحة، فلا ما من مشكلة لو أحضرت ملاحظة صغيرة وألصقتها على طاولة الطالب اللي يعاني من صعوبة في التسلسل في أداء المهام، أو استخدام حتى الصور. أحيانا المرافقات البصرية مهمة جدا. أيضا استخدم وقت إضافي، بعض الطلاب كما ذكر يحتاجون إلى وقت إضافي. الوقت الإضافي هذا يكون بشكل مدروس ومعقول، يناسب احتياج الطالب ويناسب كمية الأسئلة في الاختبار. بعد الاختبار أحيانا يحتاج بعض الطلاب إلى إعادة أخذ الاختبار. استراتيجية إعادة أخذ الاختبار تعني أنك لا تتطلع إلى الدرجة، لا تتطلع إلى الدرجة كرقم، وإنما تتطلع إلى مستوى إتقان المهارة، وهذا ما نتطلع إليه. توفير فرص إعادة الاختبار حتى يحصل الطالب على الدرجة التي ترضيه، مثلا تقدم 3
فرص الاختبار، قد يكون هذا الاختبار مثلا أونلاين، تعطيه 3 فرص لاجتياز الاختبار بالدرجة التي ترضيه، وبعد ذلك يستطيع طبعا بدون معرفة الإجابات الصحيحة، ولكن يعرف أن هذا الإجابة خاطئة في إعادة محاولة. هذا يكسب ثقة ويعزز المفهوم ويركز المعلومة، وبالتالي هذا إجراء جدا صحيح ولا إشكالية في اتباعه. أيضا إجراءات التصحيح، لابد تكون إجراءاتك تصحيح واضحة، بمعنى أنك تهدف إلى استخدام إجراءات تصحيح مختلفة باستخدام تصنيف بديل، بمعنى كل الطلاب يستلم نفس الأسئلة، لكن يكون لديك إجراء تصحيح معين لبعض الطلاب ذوي الإعاقات العقلية الشديدة مثلا، الطالب ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة أو على سبيل المثال، تركز على مستوى إتقانه إيصاله للمعلومة بغض النظر عن الأخطاء الإملائية في إجابته، لكن بالنسبة لأنه يواجه مثلا صعوبة في الإملاء، فأنت تتقاضى عن هذا الشيء لأن هدفك ليس قياس الإملاء وإنما قياس الفهم، فإجراءات التصحيح لابد أن تكون معقولة تقابل الهدف من المادة. هذا تكييف جدا مهم ولابد التركيز فيه عن الطلاب ذوي الصعوبات مثلا المتوسطة والشديدة. أيضا على سبيل المثال، بعض الطلاب يعانون من مشكلة، بدلا من يكون أسئلة الاختبار النصفي على سبيل المثال أو الميدترم من 30 سؤال، منحنا الطالب أو قلص عدد الأسئلة إلى 20 سؤال للطلاب ذوي الإعاقات مثلا التعليمية كصعوبات التعلم أو ذوي الإعاقات العقلية أو الطلاب الذين يعانون من سرعة التشتت وضعف التركيز والانتباه، وبالتالي هذا يستطيع اللي هو حفظ جهد الطالب، فبدل من يضع في 30 سؤال ولا يجيب إلا على 10 أعطى 20 سؤال، وبحيث أن هذا 20 سؤال تقابل الأهداف التي تتطلع إلى قياسها، يعني الأهداف الأساسية التي تسعى إلى قياسها عن طريق الاختبار ركزها في هذا 20 سؤال بدلا من 30 سؤال، في حين الطلاب الآخرين يحصلون على 30 سؤال، فهذا في عدل، في عدل وتلبية لاحتياجات طالب فردية داخل فصل متنوع. أيضا في تصنيفك للدرجات في إجراءات التصحيح، ضع درجة على المحتوى ودرجة على ميكانيكية أداء الاختبار، بمعنى التنظيم في الإجابة ضع عليه درجة، لأن هذه أيضا استراتيجيات مهمة أو من المفترض تسميتها مهارات أكاديمية مهمة. إذا كان الطالب منظم في إجابته لا تضع درجة على الكم ولكن على الكيفية. Quality is more important than quantity، يعني الجودة أهم من الكم. أيضا بديل للاختبارات التقييم، الهدف من الاختبارات بشكل عام هو التقييم لنعرف هل الطالب اكتسب المهارة أو المعلومة أو لم يكتسبها، فهو ليس الهدف منه الدرجة بشكل حرفي، الدرجة لا تعني شيء إذا لم يكن تفسيرها، لذلك لابد من استخدام بديل الاختبارات. بديل الاختبارات هي تعني تقييمات قائمة على الأداء وليس على مستوى التذكر فقط، وهذا ما نلتمسه في الفصل العام، تعميم المهارة على مستوى عملي أكثر. من المهم أن تستخدم مثلا أسلوب التقييم المستمر أو التكويني كملفات الإنجاز، جمع مجموعة من أوراق العمل بشكل مثلا أسبوعي أو يومي، نماذج من أعمال الطلاب وضعها في ملف، وبناء عليها ستلاحظ الفرق والنمو والتطور لدى أداء الطالب. استخدم المذكرات، بمعنى الطالب المذكرات أو النوت التي يستخدمها في تقييم أدائه، هل فعلا اكتسب المعلومة أو لا. استخدم المشاريع وهذا جدا مهم، مشاريع فردية أو مشاريع جماعية، إذا ملفات الإنجاز مهمة جدا وفعالة في كل المراحل